اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من يلهيه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. من لي بصيقل الباب اذا التصقت بها الرذائل والتاطت بها العلل الى ان يقول يا منفق العمر يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق فإنك من خمر الهوى ثمل تعصيه لا أنت من عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل. إن كنت منتهجا منها جرب حجا فقم بجنح دجا لله تنتفل. ألا ترى كيف قلت طيب الكرى بالدياجي منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل عمش العيون
خمس البطون طوان ذبل الشفاه ضمان عمش العيون بكان ما عبها كحل ولا يسيل لهم دمع على بشر يعني بكاؤهم بالليل على ذنوبهم وخشية الله وخوفا من الله وليس بكاؤهم على فقد عزيز أو حبيب نعم نعم بكاؤهم فقط على فقد الحسين ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل أفد الحسين صريعا لا نصير له إلا صليل رماح فيه تنتصل والشمر مشتغل في ذبحه عجل والصبط منجدل يدعو ويبتهل من غسل ومن حفر قبره ومن جاياب كافورة وسدرة وريت النبي حاضر ينظره ويشوف الشمور ديحز نهره والخيل تلعب فوق صدره اي والله والخيل تلعب فايا يا قصد يا سائلا وقضايا القلب في شجني هل غسلوا لقتيل ما تممتحني فأجبته بفؤاد خافق وهني ما غسلوا يا أم الطفوف ولا مدوا عليه ردا إلا بالله نشدك ماي شربت يدفا بخيت جسمه لو تراك تحسن عطشان بالله نشدك يا دفا نورد علي بخيت جسمه يوم واريت المنية بالله نشدك يا دفا نورد علي بخيت جسمه لو تراك تاب البلية
ولكن الأمر لله. قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة تتحدث عن قيمة العلم، ذلك العلم الذي ينهض بصاحبه إلى درجة الخشية من الله، فهي ليس تعطي قيمة لمطلق العلم، وإنما العلم والمعرفة التي توجب حالة في النفس وهي الخشية والخوف من الله. هذا جزء الآية في الواقع في سورة الانفطار: إنما يخشى الله، بعد أن ذكر أنواع التفكر وأنواع التأمل، وأن الله خلق الناس وخلق الأشجار وخلق المخلوقات مختلف ألوانه، قال إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. إذن العلم سبب للخشية، فيكون في هذه الحالة ليس كل علم، وإنما خصوص العلم الذي يوجب الخشية، وهذا الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله مع أبي ذر الغفاري عندما قال: يا أبا ذر، إن من أوتي علما لا يبكيه، عنده علم بس هذا العلم ما يفيده، لا يبكي، لا يحرك شعوره، لا يحرك عواطفه، فحقيق على الله أن يدخله مدخله. وورد في تفسير هذه الآية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: من صدق فعله قوله فهو العالم، في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده، اللي يخشى الله من؟ العلماء. من هم؟ قال: من صدق فعله قوله فهو العالم، ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم. زين، كيف هذا؟ يعني أي علم في هذه الحالة راح يصير؟ الآية تقول مضافا إلى العمل بهذه المعارف والعمل بالعلم والعمل بما تعلم، هذا العلم بالذات من خلال التعليل في ذيل الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. هذا يعني العلم والمعرفة بالله وبصفاته، عند معارف خاصة عن الله، ولذلك قال: إن الله عزيز غفور. إذا علم الله وعلم صفات الله، لأن الله له الأسماء الحسنى، له الصفات في علم الكلام والعقائد يذكرون صفات الله، الصفات الذاتية، صفات الأفعال، الصفات الجمالية أو الصفات الجلالية، وهي مبحث عميق في تقرير التوحيد، وأن صفات الله نظرية أهل البيت عين ذاته، يعني ليس شيء الذات منفصلة عن الصفات والصفات منفصلة عن الذات، بل الذات عين الصفات والصفات عين الذات، هذا على أساس التوحيد الخالص. يقررون على أنه هناك صفات جمالية ثبوتية، مثل الله سبحانه وتعالى: الله
كريم، الله سبحانه وتعالى عزيز، الله رحيم، الله غفور. أعدنا صفات جلالية، يعني مثل قولنا أن الله ليس له شريك، أن الله ليس بمركب وإنما هو بسيط، ليس مركب من أجزاء، وهكذا. الآية الكريمة تقول إن الله عزيز، يعني لا يغلب، أمره واحد، غالب على أمره، غير مغلوب، عزيز. عزيز بعد قال غفور. إذا علم من الله أنه عزيز وأنه شنو؟ غفور، يعني فهم معنى العزة وفهم معنى المغفرة وتصورها وعرفها. هذا تلقائيا راح يتصور جبروت الله، راح يتصور عظمة الله ويسبح في عالم الملكوت، فيجيه هذه الرقة وتجيه هذه الخشية ويجيه الخوف من الله. إذن مثل هذا العلم سوف يقلب أحوال الإنسان فيكون عاملا. هذا العالم، هذا إحنا كمقدمة ناخذ للحديث عن هذه الشخصية سماحة آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي رضوان الله تعالى عليه. هذا عالم ابن عالم ابن عالم، آية الله الشيخ الآصفي الشيخ محمد مهدي، ولد في النجف الأشرف سنة 1939 ميلادية، ولد في النجف الأشرف، وكان أبوه قد ولد في إيران من مدينة بروجر، لكن عاش في النجف من يوم صغير، جاء إلى النجف يطلب العلم وأصبح من علماء النجف الكبار. ينحدر من مدينة بروجر وهاجر إلى النجف لطلب العلم، إلا هو المجتهد آية الله أيضا المجتهد الشيخ محمد بن علي، الشيخ عفوا الشيخ علي بن محمد، أيضا جده اللي هو الشيخ محمد من مراجع الدين في إيران كان في وقته. فهو ينحدر من أسرة علمية، أبوه كان مجتهدا، درس على أساطين الفقهاء أمثال آية الله الشيخ آغا ضياء الدين العراقي، ومثل آية الله الشيخ النائيني. فهذا الولد ابن ذلك المجتهد، أمه ابنة فقيه أيضا، عاشت ولدت أيضا ولدت في النجف، أمه غير أبي، أبو مولود في بروجر بس أمه مولودة في النجف، بنت أحد المجتهدين أيضا أحد العلماء. هذا الرجل وهو الشيخ محمد مهدي الآصفي ولد في النجف الأشرف في الحاضنة والحاضرة الدينية اللي كان ذاك الوقت تعيش قمة مجدها العلمي، يعني كان فحول العلماء كبار الفقهاء يعيشون في النجف الأشرف، مشغولون بالتدريس والتعليم والتربية وبث علوم أهل البيت. زين، ولد في المدينة النجفية العامرة بالعلم من أسرة عريقة. أيضا كان هذا العالم مضافا لهذه الأمور الشخصية في بطاقته يذكر على أنه درس على فحول العلماء، مثلا درس لازم آية الله في مقدمات السطوع، آية الله الشيخ محمد رضا المظفر. الشيخ محمد رضا المظفر هو لوحده مدرسة ونابغة ومجدد أيضا، لذلك كان وضع منهج إلى الآن في الحوزة العلمية، طالب العلم لا يتجاوز هذا الكتاب الذي وضعه، كتاب في المنطق اسمه منطق المظفر،
يعني منسوب إلى الشيخ محمد رضا المظفر، وكتاب آخر في أصول الفقه. اللي يدرس المقدمات لابد يدرس هذين الكتابين سابقا. طبعا الآن وجدت كتب في علم الأصول، لكن في المنطق ما زال هذا الكتاب، كتاب الشيخ محمد رضا المظفر، هو الغالب، هو الذي يدرس. لا يوجد أي تلميذ إلا ويدرس هذا الكتاب، أي طالب علم في الحوزة اللي يدرس كتاب منطق المظفر. زين، وبحق هو مجدد وكان تلميذ لآية الله النائيني وغير من فحول الفقهاء في النجف، وأسس مؤسسة دار النشر، أسس مؤسسة علمية أيضا كانت من الحواضر العلمية. على كل حال حديثنا يطول لو بنفهرس لإنجازات الشيخ المظفر، بس احنا نريد نقول هذا أحد المجددين، يعني أحد الفقهاء الاستثنائيين في التاريخ العلمي للنجف. أيضا الشيخ محمد مهدي العاصفي تتلمذ في الفقه على يد آية الله السيد محسن الحكيم، الفقيه المعروف المشهور صاحب الجهاد، عند صفة مشاركة في مثل ثورة العشرين، كان مع أستاذ آية الله السيد محمد سعيد الحبوبي ومع السيد الحمامي، كلهم آيات الله كبار. في ثورة العشرين كان هو مشارك، كان عالم رباني لكن فقيه من النمط الأول. دراسة الشيخ محمد مهدي العاصفي في الفقه في مرحلة البحث الخارج كانت على يد السيد محسن الحكيم كثيرا، وكان وكيل من وكلاء في العراق أيضا، وأيضا على يد آية الله السيد أبو القاسم الخوئي رحمة الله عليه، وعلى يد غيرهم في الفلسفة، مثلا درس على يد الباد كوبي وغيرهم من العلماء. يذكر في ترجمته في الأدب درس على الشيخ عبد المنعم الفرطوسي، عالم الأدب واللغة والشعر الكبير في النجف رحمة الله عليه، صاحب الملحمة الحسينية اللي هو شعر في الإمام الحسين 7 مجلدات بالفصيح، يسمون الملحمة الحسينية كلها قافية واحدة، نظم فيها آلاف، ما أدري كم بيت، لكن 7 مجلدات هي هذه الملحمة. وعند ديوانين آخرين في الشعر، وصاحب القصائد الأخرى المعروفة العظيمة مثل هذه القصيدة التي يتحدث فيها مع الإمام الحسين عليه السلام: ناجيت ذكراك حتى عطرت كلمي، كأن ذكراك قرآن جرى بفمي، وهزني لك من أرض الحما وترن، جس العواطف في ضرب من النغم، قد أرقص القلب حتى خلته حببا، يطفو على كؤوس الولا بالضرم، إلى آخر أبيات رائعة. درس إذن على أساتذة استثنائيين في العلم، في الفضيلة، في الجهاد. هذا العالم خلف نتاج علمي غزير وكثير، عند كتب متنوعة. طبعا هو مجتهد، يعني مو مثل ما يفكر البعض أنه هذا شيخ عادي محاضر، يحاضر في الفضائيات وحاضر في المساجد وغيرها، لا مجتهد وعند شهادة من فحول. أكثر المجتهدين ما عندهم شهادات من الفقهاء، قليل اللي يحمل شهادة فقاهة من فقيه، تشوفه مشهور وهو ما عنده شهادة اجتهاد من أستاذ اللي قبله، لكن مشهور بالفقهاء. فاستثنائيين اللي أساتذتهم يزكونهم ويقولون هذا مجتهد، لأن هذا ما يريد يتورط، يقول هذا مجتهد وبعد كم سنة يطلع لي هذا المجتهد مثلا مسألة مخالفة للمشهور، مخالفة لل يقول لك أستاذ فلان، يخافون يعطون. نادرا ما
تعطى شهادات الاجتهاد. الشيخ محمد مهدي العاصفي عنده شهادة من آية الله أستاذ الثاني، وهو آية الله الشيخ مرتضى آل ياسين خال الشهيد الصد تقريبا. آية الله الشيخ مرتضى آل ياسين يشهد للشيخ العاصفي في كتاب ملكية الأرض، هذا ملكية الأرض كتاب فقهي يرتبط بالاقتصاد لكن فقهي. يقول الشيخ مرتضى آل ياسين في مقدمته، يقول عالج المسألة معالجة الفقيه المجتهد المستنبط اللي يستنبط الأحكام، وإن هذه المسألة مسألة ملكية الأرض وإن بحثها الفقهاء كثيرا، يقول إلا أني لم أجد من بحثها كهذا العالم الشيخ محمد مهدي العاصفي. فإذا هو من الطراز الأول. أيضا آية الله الشيخ هاشم الآملي رحمة الله عليه، أدركنا أيام الأخيرة في قم، كان من أساتذة البحث الخارج في الفقه والأصول في مدينة قم، من أهل العيار الأول يعني من أمثال السيد محسن الحكيم وغيرهم. هذا الشيخ هاشم الآملي يشهد للشيخ العاصفي في مقدمة هذا الكتاب نفسه بأنه مجتهد وفقيه، ويعطيه وسام هذه الخبرة العلمية. زين، إذا نحن أمام شخص من الطراز الأول، مؤلف الأول هو ملكية الأرض من ضمن مؤلفاته يعني في الفهرسة التي أذكرها الآن سريعا. من ضمن كتبه كتاب النظام المالي وتداول الثروة في الإسلام، كتاب صغير لكنه عميق وغزير ويحمل أفكار ثرية وجدا جدا يمكن أن تشرح العملية الاقتصادية في الإسلام وتشرح اقتصاد الدولة الإسلامية ببساطة. يعني بعبارة أخرى يذكر الأمور الفقهية المرتبطة بالدولة الإسلامية في الجانب الاقتصادي. يعالج أيضا نشاط البنوك في ضمن هذا الكتاب، مع أن كل فصل من هذه الفصول يحتاج كتاب، وما ذلك إلا لغزارة علمه ومعرفته وإحاطته. عند كتاب مهم جدا وهو يتعرض إلى تفسير القرآن، يتعرض إلى تفسير القرآن تفسيرا موضوعيا. زين، هذا في الجانب العلمي. سوف يأتي في الأخير من ضمن ما يعلم على هذه الجهة، لكن عند كتب كثيرة أغنت المكتبة الإسلامية وسوف يتضح أهمية هذه الكتب. هناك ثلاث خصال في ثلاثة جوانب يمكن أن نشير إليها لأن المقام يطول. يعني في حياة هذا الشيخ العظيم تبرز أمور كثيرة، لكن بعضها في الجانب العلمي، بعضها في الجانب العملي، بعضها في الجانب الأخلاقي. في الجانب الأخلاقي مثلا من ضمن خصائص هذا العالم أنه من العلماء الزهاد جدا جدا. يعني الصفة البارزة، يقول لك مثلا فلان شنو صفته البارزة، تقول فلان ذكي جدا، فلان شجاع جدا، فلان مثلا غني ثري، كل واحد له صفة. الشيخ هذا من تسأل شنو صفته البارزة، يقولون لك الزهد في الدنيا، التقشف، معروف بلباس المتواضع، جلسات الترابية مع المؤمنين، معروف بزهده وتقشفه إلى درجة أنه آلاف الدنانير، مئات الآلاف من الدنانير توضع بين يديه وهو يوزعها على الفقراء ولا يأخذ منه حتى الكماليات المحللة له أن يصرف على نفسه فيه. بإمكانه أن يصرف على نفسه منها وجائز، لكنه معروف يمشي في شوارع قم كواحد من الناس، ما تقول هذا مستهدف من النظام البعثي في العراق لأنه أحد أقطاب
حركة حزب الدعوة إلا كان يصارع النظام البعثي، إلا الآن يحكم تقريبا العراق. رأس من رؤوسهم كان مستهدف يعني للنظام، لكن ولا على بال. حتى يوم من الأيام ضربه شخص بسكين في الطريق وخلص الشيخ من بين يدي ذلك الشخص. راح السجن إلى ذاك الشخص اللي ضرب بالسكين من الأشرار واحتضن، وصل الشرطة عليه أنه ما يعذبون ما يعاقبون ما إلى آخره. هذا الشيخ الآصفي رحمة الله عليه. هذه الصفة، صفة الزهد، احنا لو نريد نتكلم عنها هي صفة طويلة لكنها ممدوحة مدحا عظيما. الإمام الصادق سلام الله عليه يتكلم عن زهد الأنبياء، يتكلم عن زهد عيسى بن مريم مثلا، أنه كان يفترش الأرض، محل اللي ينام عليه التراب، يلتحف السماء، وسيلته رجلا، يأكل من أوراق الأشجار، يأكل من أوراق الأشجار، وهكذا. هذا زهد. الزهد كما يقول الإمام الصادق جعله الله في هاتين الكلمتين في الآية الكريمة: لكي لا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. جمع الله الزهد في هاتين الكلمتين. زين، من صفاته التقشف والزهد، وهذا واضح إلى درجة أنه يفرغ نفسه في آخر أيام شهر رمضان للاعتكاف. كان يعتكف، يروح إلى مشهد المقدسة ويعتكف هناك للعبادة. هذا الجانب الروحي، هذا الجانب الأخلاقي. بل حتى أيام الحج الناس في الحج مشغولة بأعمالها، والناس تروح تقابل، والعلماء يقابلون بعضهم البعض، هو ينصرف للاعتكاف في أيام الحج عند بيت الله الحرام، يبقى ثلاثة أيام أكثر في بيت الله الحرام يتفرغ فيها للعبادة. هذه صفة من صفاته. الصفة الأخرى من صفاته التي يمتاز بها أن هذا العالم، وسأدمجها مع الصفة الثانية وهي الصفة العملية، الصفة العملية عند هذا العالم. من ضمن صفاته المعروفة أنه احنا نقول هذا مفكر إسلامي. يعني شنو مفكر إسلامي؟ مفكر إسلامي هو بالنتيجة عالم، مو كل واحد يكون مفكر. احنا نطلقها طبعا على كل شخص، واحد ألف لي كتابين ثلاثة قلنا عنه مفكر إسلامي، شخص مثلا حاضر محاضرتين ثلاث، 20 محاضرة فليكن، ألف كتاب كتابين قلنا عن هذا مفكر. لا، مفكر إسلامي يعني الشخص الذي يملك رؤية كاملة من خلال التفكير في النصوص الدينية والأدلة الدينية حتى يعطي رؤية الإسلام. لذلك مو أي واحد احنا نقول عنه مفكر. الشيخ محمد مهدي الآصفي يعني في مقولة يتداولونها المثقفين، يقولون إذا في مفكر إسلامي فهم اثنين. توجه المثقفين ولو يبالغون لكن يريدون يشيرون إلى عظمة هذا المفكر. إذا موجود مفكر إسلامي فهما اثنان. الأول الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، والثاني الشيخ محمد مهدي الآصفي. هذا مفكر يعني شلون؟ أحد الجهات في التفكير أن التفكير مقرون بالعمل. أنا راح أدمج الأمرين، قلت لك الجهة العلمية والجهة العملية. يقول الإمام الصادق: إن التفكر يدعو للبر والعمل به. الشخص اللي يفكر هذا مفكر، جهة علمية وعملية. إن التفكر يدعو للبر بعد والعمل به. هو كان من أصحاب البر والعمل.
معروف مساعدته للفقراء، إلا أقول لك آلاف الدنانير، مئات الآلاف تقع بين يدي، ملايين يعني. مو من الأشخاص اللي يملك ألف، ألفين، ثلاثة آلاف، عشرة آلاف دينار، مئة ألف، مئتين ألف. كان يعيل 5000 أسرة من أسر العراق وباكستان وإيران وأفغانستان، الأسر المنكوبة 5000. طبعا مصادر متنوعة غير الحقوق الشرعية، قلت لك كان وكيل، تصله أموال من الكويت، تصله أموال من مختلف الدنيا، ناس في الكويت أثرياء يثقون فيه وثوقا لزهده، تقشفه، إعراضه عن المال، فيضعون الثروات بين يديه، وهو كان يغطي نفقات كما ذكرت لك، يعني 5000 أسرة مو شيء اعتيادي، تارة دولة تغطي النفقات، وتارة شنو واحد عادي وفقير يعني، ويقول أنا من أسرة فقيرة، أبو فقير أيضا وحب الفقراء. 5000 أسرة يعني أنت تصور الشهر لو بيدفع على كل أسرة بيدفع إليها كم؟ 100 دينار أقل شيء، 100 دينار، شقد راح يحتاج من أموال؟ فإذا عند أموال تصله أموال طائلة، غير قروض التزويج وغير القروض اللي يقرض بها الفقراء وغير الاستثناءات العارضة. مع ذلك ما كان يلك. إن البر، إن التفكر، لما نقول مفكر يفكر تفكير عميق، إن التفكر يدعو إلى البر والعمل به. أخيرا ما أطيل عليك، من خصائص تفكيره، تفكير عادة يفكر في المسائل التي تهم الناس اللي هي محل الابتلاء. هو إنسان مدرس للفلسفة 15 عام، لكن ما سمح للفلسفة أن تأخذه نحو التجريد المطلق بحيث تبعده عن الواقع الاجتماعي. لا، الفلسفة نظمت فكرة وأعطت تفكير عميق وصحيح وسليم، ولكن كان المواد التي يفكر فيها القضايا عادة تهم الناس، كما ذكرنا نمط من أنماطه. ونختم بهذا النمط، هو خير من عالج مسائل ثورة الإمام الحسين، يعني ترك زاد عظيم تقريبا 6 كتب عن ثورة الإمام الحسين، حلل ثورة الإمام الحسين تحليلا عميقا دقيقا يرتبط بالواقع الاجتماعي، ونفس الوقت فيه أبعاد تربوية. ولذلك مثلا يجي يشرح زيارة عاشوراء، يجي يشرح زيارة وارث، يتكلم عن خطب الإمام الحسين، عن تاريخ ثورته، إلى أن مثلا يتكلم عن مسألة الثار، عندما تقول السلام عليك يا ثار الله وابن ثار، يجي يحلل مسألة الثار، يقول الثار وإن كان يراد به النظر إلى الدم، ويعرض تاريخ كيف أن دماء الشهداء تحرك النفوس، تحرك المجتمع، وكيف قدسيتها عند الله، ويتعرض إلى الشهيد وتاريخ الشهيد، ثم يعالج هذه المسألة، مسألة ثار الله، الإمام الحسين هو ثار الله سبحانه وتعالى. تقول السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، يقول هو ثار الله على أساس أن الإمام الحسين يكون، هذا الشرح المقتضب اللي أمر به وأنهي الحديث، يمثل سلام الله عليه أسرة، وهي أسرة المؤمنين، فإذا تعرض شخص لأحد من هذه الأسرة فكأنما تعرض للأسرة كاملة. هذه الأسرة هي أسرة المؤمنين، إلا تحمل أفكار الإسلام والتغيير على مبدأ الإسلام، في مقابلها أسرة أخرى وهي أسرة الشرك في قبال أسرة الإيمان. فمن هنا الكل يطلب بثار الإمام الحسين، على أي أساس؟
قد تقول دول اللي قتلوا الإمام الحسين انتهوا، بعد انت تروح تقتل من؟ كما هؤلاء الآن الأمويون الجدد يقولون انتم تطالبون بثار الإمام الحسين، تبغضون على احنا ما قتلنا الإمام الحسين، بل احنا نكره من قتل الإمام الحسين. شنو الجواب؟ جاء أحد الأجوبة أنه أنتوا في نفس الخطو الاتجاه المناوئ للإمام الحسين سلام الله عليه، فلما يظهر صاحب العصر ويأخذ بثار جده الحسين مو يقتل فقط من قتل الإمام الحسين، يقتل ذراري قتلت الإمام الحسين. إلا البعض ما مصورينها شلون، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا عليه أجوبة كثيرة. ذراري قتلت الإمام الحسين شلون؟ لأنهم يعيشون في الأسرة المناوئة لأسرة الإمام الحسين، وهي الأسرة واسعة لأن المبدأ مالها مبدأ عقيدي وفكري، مو مبدأ جسمي، مبدأ قائم على الدم. هذا معنى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. هذه الأسرة بطبيعة الحال نشأت ونواتها هي تلك التي حضرت كربلاء، اللي عبر عنها الإمام الحسين، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. يقول أنا زاحف بمن؟ بهذه الأسرة القليلة مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر، عندما قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى أحين استصرختمونا واله فأجبناكم موجفين، إلى أن يقول ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. هاي الأسرة تتكون من بني هاشم ومن غيرهم، مو فقط يلتقون في النسب، بل هناك التقاء آخر، ولذلك كان يقف عليهم يؤبنهم واحدا بعد الآخر حتى وقف عليهم جميعا فدمج النداء. قال يا أصحاب الوفا ويا خلان الصفا ما لي أناديكم فلا تجيبون، أنتم نيام، هذه الأسرة، أنتم نيام فلا تنتبهون، أم حال بيني وبينكم ريب المنون، وهو يناديهم بأسمائهم أخي يا عباس حبيبي يا حبيب ويا زهير ابن القين ويا هلال ابن نافع ويا ولدي علي ويا ابن أخي قاسم ويا مسلم ابن عوسج، جاءته أخته فخر المخدرات زينب، قالت أخي لمن تنادي قطعت فؤادي، أتنادي أجسادا على الثرى قد فصلت رؤوسهم عن أجسادهم ماذا تريد منهم؟ قال أنا أخوك الحسين وقد بقيت وحيدا فريدا، أريد من يقدم لي جوادي. فأتته زينب بالجواد تقوده والدمع من ألم الفراق يسيل ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء لهن وعليل، وأنا خلي أقود الفرس وياك يا هي عيشة القشرة بليا ياك يا كهف الأرامل وين أنا ألقاك
يبنى يا كهف الأرامل وين أنا القلب يا هل نايمين على الشرايع كل من بطبرات ينازع ترضون بالذل الودايع يا ايب الله ترضون بالذل يا الودايع ناما يا وكلهم على التربايا وعافوا منازلهم الشبان يا ويلي يا ويلي يا ويلي خلصت رجاجيل ووقف متحير حسين ردل المخيم مقصده وداع النسى وداعت الله يصيح زينب يا سكينة حافظكم الله وطبق ضجا يا ولينا عنا تروح من بعد وصيت بينا وحسين يسترجع بس يدير بالعين فالرايان حواسر والإزر بالحال طاحت والكل على حسين شبحت والروح راحت وتجلدت زينب على الشدة وصاحت عنا تروح بعد عينك نلتجي شنه الفكر لو تشلتشلين ليل بظلامة كلها حريم وفاقدة وعدها يتامة وهالعسكري الجرار ما ندريش مرامة يا هل يصاليها تريد رجال ضفري شنه الفكر لو تشلتشل الليل بظلامة كلها حريم وفاقدة وعدها يتامة وهالعسكر الجرار ما ندريش مرامة يا هل يصاليها تريد رجال ضفري يا حسين أنا وياك كل شدة أصالي بقوة عزيم ما دام أعايل لك قبالي ولو رحت يا ابن أمي بعد شي صير حالي ما ينوصف والله عدوانك ملحدي إلا قلب صبر حيدر تلقي تلقي هالمصايب كعبة وصفيت للرزايا للرزايا والنوايا إلا ضربوا هضم وتشهير ما بين الأجانب وبروسنا وهالحال للكوفة تطبي فأتته زينب بالجواد تقوده وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا.
لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك، امنع للظلمة أن تصل إلينا. جماعتي الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم بأحسن القبول. اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين في سجون الظالمين، اللهم فك أسرانا، ارحم موتانا، واشف مرضانا. الفقيد السعيد آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي، اللهم تغمده بواسع رحمتك، أرسل عليه شآبيب رأفتك، اجعل اللهم قبره روضة من رياض الجنة، انقله اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلى روحه وأرواح موتاكم وإلى أرواح العلماء الماضين والشهداء والصديقين للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.